اتيرو كي يعطيك الواحد تبقى ما بين 6 ايام و 13 يوم ما دير حتى اعراض وما تبانش بلي راك مريض، ومن بعد ما كالي في 6 ايام وكاين حتى 13 يوم الاعراض الاولى وهي قبل ما يبداو اللي نسموها حنا بالدارجه الونسيسات، الغدد اللمفاويه تبقى تتضخم ماشي هنايا بارتو وين كاين الغدد يبداو يتضخموا، موراها بيومين ثلاث ايام تبدا تجي الحمى، وكي تجي الحمى ومن بعد يجي صداع كبير في الراس، تجي تعب كبير، تجي العضلات تاني يسطروا، كاين وجع تاني في الظهر. دونك كاين هادو ما كاع هادو هما اللي يسموهم الاعراض اللي يبداو قبل ما يبدا الطفر الجلدي. كي يبدا الطفر الجلدي هذاك سي دي زيريبسيون كوتاني سي يبداو يقيحوا، يبداو يقيحوا يعود مع الولو ليكيد يكون ترونسبارون ومن بعد يقيحوا. هذاك الماء السائل هذاك هو اللي فيه الفيروس بكميه كبيره، وهذاك هو السبب تاع العدوى. دونك كي يبداو هادو ما يبداو ثلاث ايام بعد الحمى. دونك عندنا واش قلت لك ما بين 6 ايام و15 يوم 13 يوم ما نديرو والو، ومن بعد ثلاث ايام الاولين تضخم تاع الاعضاء اللمفاويه، ومن بعد موراها الحمى دائما تفوت 38 درجه، يحس بالرعشه والالام اللي تكلمت عليهم. ومن بعد كي يبداو الاعراض الجلديه، الاعراض الجلديه تريح ما بين 3 اسابيع حتى 4 اسابيع ومن بعد تروح. تروح ولا ما تروحش لازم دير في بالك باللي الاغلبيه تاع المرضى ما يسحقوش ادويه، ما يسحقوش ادويه وتروح بلا ما نديرو حتى دواء.